فضيحة أخلاقية جديدة يتورط فيها نظام حظيرة الجزائر فيما يتعلق بقضية الصحراء المغربية. فضيحة تؤكد مجددا مدى الإفلاس الذي وصل إليه هذا النظام العفن القذر بكل ما تحمل الكلمة من معنى. درجة الإفلاس لدرجة أنه يبتكر ويخترع ويزور ويفبرك التصريحات لا وجود لها. وهذا المرة فضيحة مع دولة سلوفينيا. سلوفينيا اللي كان مؤخرا فيها وزير الخارجية الجزائري أحمد عطاف ذهب إلى هناك، داروا مؤتمر صحفي وفبركوا تصريحات لم تصدر أبدا عن وزارة الخارجية ديال سلوفينيا بخصوص مغربية الصحراء، مع العلم أن قناة الجزائر الدولية اللي معروف عليها الكذب وعندها سوابق في الكذب نشرت مقالات مطولة، منشورات مطولة تتحدث على أن سلوفينيا انقلبت على المغرب وسلوفينيا صفعة المخزن وما إلى ذلك من هذه الشعارات ومن هذا المستوى المنحط في التقارير وفي الخط التحريري لما هو مفترض أنها قناة رسمية. وهنا غادي نعطيكم التفاصيل متابعينا الكرام، حيث لجأت الجزائر من جديد إلى الفبركة، فبركة بلاغ مشترك مع سلوفينيا عقب الزيارة التي قام بها وزير الخارجية الجزائري أحمد عطاف إلى عاصمة البلاد، حيث ذكرت وكالة الأنباء الجزائرية والقنوات الجزائرية بأن سلوفينيا أعلنت عن دعمها لحق شعبي أو لحق الشعب ديال قياطر العجاج في تقرير مصيره، في حين أن البلاغ الرسمي لسلوفينيا الذي نشرته وكالة الأنباء الرسمية ديال سلوفينيا لم يتضمن هذا الكلام إطلاقا. فوفق ما أوردته العديد من التقارير الإعلامية فإن الجزائر لجأت مجددا إلى الفبركة من أجل بعث رسالة غير حقيقية عن الموقف السلوفيني الذي يتخذ حاليا موقف الحياد من القضية، مع العلم أن سلوفينيا حينما زارها وزير الخارجية المغربي ناصر بوريطة قبل أيام أشادت بالمقترح ديال الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية، وليست هذه المرة الأولى التي يقوم بها النظام الجزائري بفبركة تصريحات مسؤولين من دولة سلوفينيا، حيث لجأت في مايو الماضي إلى نسب تصريحات لوزيرها الأول روبرت غولوب، حيث ادعى الإعلام الجزائري بأن غولوب أعرب عن تطابق وجهة النظر مع الجزائر في دعم قضية الصحراء المغربية من أجل نيل استقلالها، وهذا الكلام لم يصدر من وزير الأول السلوفيني أبدا. وأنا ذاك أتذكر جيدا المتابعين الكرام أنهم حرفوا الترجمة الفورية للوزير الأول ديال سلوفينيا، وبعد التأكد من وكالة الأنباء ديال سلوفينيا والترجمة ديال سلوفينيا لم نجد أن الوزير الأول السلوفيني قد تحدث بهذا الكلام أبدا. إذن وتبين من خلال البحث الذي قامت به صحيفة الصحيفة آنذاك أن وكالة الأنباء الرسمية لسلوفينيا لم تنشر في أي من قصصاتها حول قضية الصحراء المغربية، حيث أشارت فقط إلى القضية الفلسطينية وإلى القضية الأهم التي جمعت غولوب بالرئيس الجزائري والتي تتعلق باتفاقية التعاون في مجال الغاز. وتحاول الجزائر استمالة سلوفينيا من أجل اتخاذ موقف لصالح مرتزقات البوليزاريو، حيث لجأت إلى رفع صادراتها من الغاز إلى هذا البلد المتواجد في شرق أوروبا، كما لجأت في الأيام الأخيرة إلى فتح سفارة لها في العاصمة ديال سلوفينيا من أجل الرفع من مستوى العلاقات الدبلوماسية، في حين أن سلوفينيا لا زالت تتشبث بنفس المواقف اللي هي موقف الحياد، ولم تعلن أبدا عن دعمها لمرتزقات البوليزاريو بأي شكل من الأشكال. وكل ما يروجه نظام حضارة الجزائر هي أكاذيب في أكاذيب وفبركة وتزوير. جدير بالذكر كذلك أن سلوفينيا أعلنت في شهر يونيو الماضي عن إشادتها بمخطط الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية باعتباره أساسا جيدا للتوصل إلى تسوية نهائية متوافق عليها بشأن النزاع الإقليمي المفتعل حول قضية الصحراء المغربية. وجرى التعبير عن هذا الموقف في البيان المشترك الصادر عقب المحادثات التي أجراها في 11 يونيو الماضي مع وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج السيد ناصر بوريطة مع نائبة الوزير الأول ووزيرة كذلك الشؤون الخارجية والأوروبية بجمهورية سلوفينيا. إذن مربط الفرس هنا متابعينا الكرام، مربط الفرس هنا وهو أن بوريطة فاش مشى إلى سلوفينيا في شهر يونيو الماضي وعبر سلوفينيا عن ذلك الموقع الداعم لمخطط الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية، نظام حضارة الجزائر نضفه السعار. نضفه السعار علاش؟ لأنهم رفعوا من صادرة الغاز إلى سلوفينيا، وطبيعة الحال غادي يكون الثمن ديالو ناقص، الثمن ديالو طايح. آملين على أن سلوفينيا غادي تتخذ شي موقف داعم من مرتزقات البوليزاريو، وسلوفينيا بطبيعة الحال لم تتخذ هذا الموقف وصفعت نظام حضارة الجزائر، خصوصا حينما
ذهب وزير خارجية المغرب ناصر بوريطة وأيد اسمه خطط الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية. فالآن شنو وقع؟ عاودوا صيفطوا أحمد عطاف إلى سلوفينيا باش يديروا هاد المسرحية، باش يفبركوا تصريحات منسوبة إلى سلوفينيا لا أساس لها من الصحة. دائما كما العادة نظام حضارة الجزائر يكذب يزور يفبرك. وهذه المسألة بالنسبة إلي مزيانة، علاش؟ لأنها تؤكد بما لا يدع أي مجال للشك أن نظام حضارة الجزائر وصل للانحطاط، ما بقاش عنده أوراق اللي غادي يخدمها، ما بقاش عنده شي حاجة غادي يقدمها في المجال الدبلوماسي غير الكذوب والفبركة والتزوير. واللي كيكذب واللي كيفبرك واللي كيزور، بالله عليكم واش هذا غادي يزيد القدام؟ واش هذا غادي يحقق شي حاجه؟ واش هذا غادي ينتصر على المغرب؟ ابدا ابدا. اللي كيكذب عمره ما غادي يتفرع. ونظام حضاره الجزائر عايش على الكذوب، كيتنفس بالكذوب والفبركه والتزوير. ما عمر ولدكم غادي تقدموا ولا غادي تحققوا شي حاجه ضد الدبلوماسيه المغربيه، خصوصا ان هاد المسائل ديال الفبركه والتزوير هي واضحه. دابا مساخة الوالدين كيسحب لهم الناس مازال عايشه في الستينات وفي السبعينات وفي الثمانينات، غادي يزوروا تصريح ديال وزيره الخارجيه سلوفينيا ولا الوزير الاول ديال سلوفينيا، وحتى شي حد ما غادي يجيب الاخبار، حتى شي حد ما غادي يرد البال. وهذه المساله كذلك راه تقدر تدخل سلوفينيا في ازمه دبلوماسيه مع نظام حضاره الجزائر، لان من يقوم بتحريف وتزوير الكلام ديال دوله او مسؤولين من دوله معينه، هذا مساله خطيره، هذا سابقه خطيره. من الممكن ان تحدث ازمه دبلوماسيه مع ما بين سلوفينيا ونظام حضاره الجزائر، وبالتالي هذاك الغاز اللي عطاها سلوفينيا وسلوفينيا خداته بثمن رمزي وجالسه كتحلب في نظام حضاره الجزائر وكتحلب في الغاز ديالها، داكشي كامل غادي يمشي او سوف يذهب ادراج الرياح. وشكون اللي متضرر هنا؟ شكون اللي واكل العصا هنا؟ البصبعي. البصبعي راه في الطوابير ما عندوش ما ياكل، مقطوع عليه الكهرباء، مقطوع عليه الماء، مقطوع عليه الزمر كحل، والغاز ديالو كتمشي لي كيمشي لسلوفينيا. سلوفينيا على اساس انها غادي تقدم شي موقف داعم لمرتزقه البوليزاريو، بطبيعه الحال خيبه الامل كانت كبيره بالنسبه لنظام حضاره الجزائر، فاضطر انه يمشي يزور ويحرف في التصريحات ديال المسؤولين ديال سلوفينيا. داروها خلال شهر مايو الماضي وداروها عاوتاني مجددا، وغادي يعاودوا يديروها لان لا سبيل لنظام حضاره الجزائر من اجل مواجهه المغرب غير الاكاذيب والتزوير والفبركه. وهذه مساله معروفة على نظام حضارة الجزائر، يتنفسون الكذب ويعيشون كذلك بالكذب. فمتابعينا الكرام، هادشي اللي كاين فضيحة أخرى لنظام حضارة الجزائر فيما يتعلق بفبركة تصريحات المسؤولين ديال سلوفينيا. خلوا لي الآراء ديالكم والتعليقات ديالكم، أراكم في فيديو قادم على المزيد من التفاصيل. لا غالب إلا الله، وعاشت المملكة المغربية الشريفة.